التعاون في مجال استقبال الفوج الأول للأشقاء من المرضى والجرحى اليمنيين قائم على أساس استجابة للجانب الإنساني اللي تبناه الهلال الأحمر الإماراتي من أجل توفير العلاج والخدمات الطبية وتخفيف المعاناة للأشقاء من اليمن الشقيق نتيجة للحرب الدائرة الآن في اليمن الشقيق. عدد المصابين إن شاء الله اللي هنستقبلهم في الفوج الأول 12 مصاب، البعض منهم يحتاج إلى أطراف صناعية أو جراحات عظام، والبعض الآخر عبارة عن إصابة بطلق ناري في البطن أو في العين ويحتاج إلى عملية زرع عين أو إلى آخر يعني. عينك على العالم.